حياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام، متابعين برنامج صباح الشارقة. ومن ضمن برنامج هذا عندنا فقرات منوعة، من أهم الفقرات اللي هي دائما تهم المشاهدين اللي هي فقرات سوقنا. حاليا متواجد أنا في سوق حراس سيارات الشارقة، إن شاء الله اليوم بنتعرف وياكم على أحد المعارض الموجودة في إمارة الشارقة عندنا في الرقعة الحمراء. والمعرض هذا يضم مجموعة كبيرة من السيارات المنوعة، ليس نوع واحد معين لكن منوعة. خلكم ويانا وتابعونا إن شاء الله، نتعرف وياكم على صاحب المعرض، على أنواع السيارات الموجودة وأسعارها وموديلاتها. خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا متابعينا الكرام، بنتعرف وياكم ان شاء الله على صاحب المعرض، يخبرنا عن السيارات الموجوده عنده وطبعا واسعاره. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك عفوا. عبد الحميد محمد منيب دريس، صاحب معرض شرق فرجينيا لتجاره السيارات المستعمله بالشارقه. يا مرحبا اخوي المجيد، كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله. الله يخليك. الله يخليك. يا مرحبا. ما شاء الله المعرض عندك يعني ما في فئه معينه، فئات ما شاء الله من جميع الشركات، صناعة السيارات عندك الألماني الأمريكي الياباني. نعم. فأنا بنعرف ما شاء الله بداية عندك البي ام الاكس 5. البي ام الاكس 5 عرفنا عنه، عطنا معلومات شاملة عنه. هاي ابن عمي موديل 2014 ماني سلندر. نعم. مواصفات خليجية، قاطع كيلومتر 109,000. نعم. طبعا طالع من الضمان كونه 100,000 تطلع من الضمان. نعم. ما عاد في ضمان بس، ولكن كل شيء كاتب الوكالي وهي لهلا يعني تتجدد السيرفيس. حالة. نعم. جيدة ما شاء. نعم. الله. وبعد فين تقوم تسوي عقد مرة ثانية؟ بالضبط، تجدد العقد، فينا تجدد عقد الضمان أول جديد. نعم. سيارة مثل ما قلنا 2014 8 سلندر 5 سكاب. نعم. مش 7 سيتات. نعم. لأنه بيجي فيه 5 سيتات 5 سكاب و7 سيتات. أتيك هي مواصفات اللي هي الامباور العادي. نعم. فهاي شو مواصفات هلا؟ 6 سلندر ماكينة ضعيفة بالنسبة لهذا الكباضي، هو فيه 6 سلندر. نعم. هاي 8 سلندر. الماكينة الامباور هي تجي ماكينة رياضية للتساوى. نعم. التساوى الكبير يعني مثل 63 للمرسيدس، البي ام ساوى الامباور. نعم. هاي 8 سلندر يعني حل الوسط، تصلح للشيء يعني للشبان وللشيبان بتنقل. هذه الكل طبعا ياخذ ويركبها ما عنده مشكله. جميل، والسياره والمصروف خفيف، ويعني كل مواصفات جميله فيها، ولونها جميل ومواصفاته يعني من احلى مواصفات. وسياره بعد وسطية. اقتصاديه عائليه شبابيه. بالزبط. بالزبط. وتقريبا اللي نعرفه عن البي ام بالذات الاكس 5 تكلفه او تصليحه ولا شيء اشياء بسيطه تكون ما تكون عاليه. كله تحت السيرفيس تحت الضمان يعني، وقطع جدا موجوده. اي قطع موجود يعني قطع التصليح كله موجود بالصناعيات الحمد لله. نعم. ما في اي مشكله لاي سياره. زين اخوي عبد الحميد، خبرني ما شاء الله عندك مثل ما نوهت انا سيارات عندك رياضيه، وعندك سيارات اقتصاديه، وسيارات ما شاء الله دفع رباعي. فخبرني ما شاء الله شو اللي يميز المعرض، او شو يميز انك انت في المعرض؟ قاعد انت بلد فيها 500 جنسيه. نعم ما شاء الله. وال 500 جنسيه بدك تجيب لهم 500 نوع سيارات، لانه كل واحد على جنس يعني. نعم. شو بيحب وشو بيهوى. الصيني بده موديل، الهندي بده موديل، الاماراتي بده موديل، يعني بدنا نرضى كل الاطياف. بدك تشتغل يعني بالاول ما شاء الله. شو اللي الطلب الزائد عندك هنا عبد المجيد من السيارات اللي موجوده عندنا برا ما شاء الله اللي انت تشتغل فيها؟ والله هلا انا كل الحمد لله يعني كل يوم له طلب معين. كل شيء. نعم. يعني هلا انت بالصيف بشد شغل اللكزس، شغل النيسان، شغل التويوتا، بس ولكن انا الالماني بحب شغله لانه اغلب شغله تصدير. وشغل. نعم. الداخلي يعني اللي بيجيك الشخص اللي. نعم. اللي بحب السياره واللي بده يركب السياره. انت تدور الناس اللي هي عاشقه لنوع معين من السيارات. يعني عفان شو بده، ما جاي ياخذ اي سياره، جاي ياخذ سياره معينه عم يدور عليها بده يلاقي عندهم. انزين خبرنا اقل او احدث موديل من السيارات هذه. والله كل شيء عندي، اودي الاي 5، عندي اودي الاي 8، اودي الاي 6، الموستنج، الدوج، الكومارو، نياسين الباتو، نيسان الارمادا، الكيا المهافي، الهونداي سانتا في، يعني ما بدي اعد لك كل شيء، حتى الفانات والبيكبات نشتغل فيها. نعم. يعني بس الموديلات طبعا اللي نشوفها نحن تقريبا هذه كلها 2013 وطالع و14 تقريبا. يعني انا ما بتقيد بالموديل. ما تقيد. نحن تسفيه السيارات من 2009 وطالع، 2008 وطالع. تحت داخل البلد، بس 2009 وطالع لبنان، الكويت، السعوديه، اي مكان. ما شاء الله. والبلدان اللي انت مالك سمعان فيها مثل ما تو تحدثنا، تايلاند، تايوان، ما بتعرف يعني. بعد صار طلب عليها ما شاء الله من غانا من كذا. طبعا ما شاء الله. يعني هون سوق عالمي مش سوق داخلي يعني. نعم. سوق. نعم. على ايماو ولا على. نعم. هو معروف على مستوى الشرق الاوسط بعد، من اكبر المعارض، من اكبر المحلات، والحمد لله كل التسهيلات موجوده بالتسفيه وبالتحييز يعني لاي مكان، من شركات النقل، من تسهيله الامور بالار تي اي انه. نعم. تنتقل لاي بلد ثاني باي بسهوله يعني. يعني الحمد لله الاماره هني والمعرض نفسه او اداره لله. المعرض موفرين لكم الحمد لله خدمات اللي هي استيراد والتصدير من كل شيء الحمد لله. الحمد التصدير لله. سهل جدا. نعم. ويعني التكلفة رمزية،
واي بلد حتى ولو ما انا موجودي بيطالعوا لك الاسم تبع شركه النقل باسم اي وسيط، باسم اي شركه نقل بحري نقل بري، على حسب اختيار طبعا الزبون بالضبط، سواء عن طريق البر او الجو او عن البحر. نعم نعم نعم، ما هي في سهوله جدا بالتسويق ما شاء الله. انزين، خبرنا عن هذه السياره اللي هي صراحه مميزه ولونها مميز وشكلها جميل، فخبرنا عن البنميرا. هذا البنميرا بعد حطنا داخل يعني. هذا متوصل فيه مثل ما يقولون يعني مثل ما بقولوا هاي ملبسه كريستال السياره عشان ما تتشخبط. نعم. سياره هذا التيربو، طبعا هو البنميرا بيجي 6 سلندر. طبعا هذا البورش بنميرا. نعم. هذا بورش بنميرا وماشي 70,000 وعلى الضمان شيكات وكالي. موديل كم؟ 2012. ولونه مثل ما انا شايف ودواخله، شفت دواخل جديده يعني ما انا تعبان فيها. سياره لا جميله ما شاء الله. بالنسبة للست سلندر ماكينة ضعيفة، الثماني سلندر الفوق الاس. نعم. وفي الفوق اس رياضية، بس هذا التيربو بتجي فل المواصفات. هذه الحين ثماني ولا ستة؟ هذا ثماني سلندر، ثماني سلندر التيربو، اللي هي التيربو يعني اعلى مواصفات العالية. بالضبط، مواصفات العالية، موديل 2012. سيارة ماشي 70,000 مشاهدينا الكرام، وسيارة جدا جميلة يعني، حتى تقريبا للأمانة الجماعة حتى مو ماشيين السيارة وما شاء الله عليها تلمع وجميلة. وسعرها انا سعرها هلا هاي يعني نطلب نحن 150,000 ان شاء الله. يعني انا اي شخص بده يجي بده يكون له حبه سكر وكراميه، يعني اي انسان لو انت لك ب 100 درهم بدك اللي بده حبه سكر منها. نعم. ومن خاطرك الطيب. نعم. زي هاي السياره البورش بنميرا مثل ما انت الحين متميز فيها ما شاء الله في المعرض عندك، الاقبال عليها من الفئات اللي انت يعني مستهدفها. انا بايع منها للصين كثير، وبايع منها الامارات خارج الدوله. نعم نعم، داخل الدوله وخارج الدوله. وجماعه عمان كمان يحبوها. نعم. السياره من الله جماعه عمان كثير يحبوها. نعم. بس اغلب شغله للصين وداخل الدوله، وعم نبيع الحمد لله يعني خارجه الصين. نعم. كثير اخذوا منا، بس بياخذوا فئات تحت يعني كل ما خففت لهم الانجن. نحن هون بالخليج بدنا الانجن يكون عالي. نحن نحب طبعا المحرك الثماني. ثماني سلندر بالضبط. نعم. يعني مشان الجو ومشان المكيف، وثماني سلندر متعودين على المواتير القويه هون مثل ما بقولوا. والاخوان اللي يجونا من الصين يعني يوم يسالونك عن سياره هل يستفسرون يعني هل السياره هذه ديزل بترول ما ست سلندر عنده. ما تفرق عندهم. هني بدهم السعر. لا السعر. السعر. هني بحبوا السعر. ما شاء الله. ما نحن هون الاماراتي والعمانية بهمهم السياره والميتيريال تبعها. نعم. الخارج بهمهم السعر يكون تحت. السعر يكون لانه عنده طبعا اكسبار اللي هو التصدير. عنده تصدير وجمارك وكذا، فنحن هون بحب السيارات التوب، سيارات اللي فيها سعر تحت يعني ماشي كيلومتر اكثر. نعم. بياخذوها للخارج اكثر من الله يعطيك العافيه. الله شكرا يعافي. جزيلا. اهلا وسهلا محلكم الله يوفقك ان شاء الله. الله في المعرض ان شاء الله بالسيارات الموجوده. الله يسلمك يعطيك العافيه. اهلا وسهلا بالشباب. مشاهدينا متابعينا الكرام، تعرفنا وياكم على صاحب المعرض ما شاء الله هنا، وخبرنا عن انواع السيارات الموجوده عنده. طبعا معرض مثل ما قلت انا متميز ما شاء الله من جميع انواع السيارات الرياضيه، سواء فيها الدفع الرباعي مثل الاكس 5 والاكس 6 عنده، وشيء بعد سيارات الدفع الرباعي مثل نياسين بترول الارماده، والسيارات الصغيره الاقتصاديه الكامري والكيا ما شاء الله، وعنده الفان. هذا معرض جدا متميز، حياكم الله ان شاء الله، نشوفكم في حلقه قادمه.